أكثر الألعاب تحميلا حول العالم على مر السنين، مترتبين من المركز الخامس للمركز الأول. ماينكرافت، اللعبة دي طورها السويدي ماركوس بيرسون وصدرت سنة 2011، وبتركز على إبداع اللاعبين وبتسمح لهم يبنوا مباني مختلفة باستخدام مكعبات برسوم وألوان مختلفة وكلها 3D. طبعا كل عارفها، اللعبة دي بتحتل المركز الخامس على مستوى ألعاب العالم. في المركز الرابع GTA، وبيقولوا عليها بالعربي لعبة سرقة العربيات، وفي ناس قالوا عليها جاتا. اللعبة دي تم إطلاقها سنة 1997 وطورها في الأول ديف جونز وبعدها الأخوين دان هاورز وسام هاورز. بتركز على عالم حر واللاعب ممكن يختار المهام اللي يقوم بيها. طيب المركز الثالث في الألعاب الأكثر تحميلا حول العالم Call of Duty، وهي واحدة من أشهر الألعاب اللي أكيد لازم تكون مرت على ناس كتير. صدرت لأول مرة سنة 2003، وأول خمس أجزاء نزلوا منها كانت بتدور الأحداث خلال الحرب العالمية الثانية ما عدا الجزء الرابع، وبتشارك في الحرب وبتحاول تحرير البلاد من الأعداء والقضاء عليهم. أما الخمس إصدارات، آخر خمس إصدارات، فكانوا بيدوروا في عصور مختلفة جدا ومتطورة. سوبر ماريو طبعا لعبة غنية عن التعريف، بتحتل المركز الثاني في أكثر الألعاب تحميلا في العالم. صدرت لأول مرة سنة 1985 على جهاز الأتاري، وتم تطوير نسخ كتير منها من وقتها، ونزلت اللعبة بإصداراتها المختلفة على أجهزة الكمبيوتر والموبايل والوي، وبعد كده كمان نزلت على الأب ستور. تتريس، وهي اللعبة دي اللي ما يعرفهاش، يعني الحاجات اللي طوب الأحجار بيقع فوق بعضهم، المفروض تحرك يمين وشمال علشان تكمل السطر وبعد كده السطر يطير. اللعبة دي صدرت سنة 1985، متاخدة من كلمة تترا في اللغة الإغريقية ومعناها رباعي، وده لأن الأحجار اللي فيها كانت بتحتوي على أربع قطع. اللعبة دي موجودة على تقريبا كل أجهزة الألعاب البدائية والقديمة والحديثة وعلى العديد من الموبايلات كمان. سوبر ماريو من الألعاب اللي ليها منزلة خاصة عند الجميع.